زي لو شاهدين معانا النهارده كابتن جيهان مصطفى، اقوى امراه في العالم، حصلت على عديد من البطولات وجوائز ومثلت مصر عالميا كتير جدا، والنهارده هنعرف منها حكايتها كلها على مصر. اهلا بيك، اهلا وسهلا، اهلا بيك. النهارده كلميني بقى عن بداياتك. والله بداياتي كانت في 2002. يعني الحمد لله، يعني كانت بالمصادفه ان انا كان في بطوله عالم هنا مصارعه زراعين في اسكندريه في الصاله المغطاه في استاد اسكندريه، والحمد لله كانت اول ميداليه تخش مصر هي ميداليتي الذهب. كان في اكثر من 45 دوله، والحمد لله ان انا احرزت على الميداليه الذهبيه من 2002، وطبعا في انتصارات لحد الان الحمد لله، وربنا موفقني الحمد لله برفع علم مصر. ما قصرتش مع مصر في اي حاجه، في اي بطوله من انا حضرتها اكثر من 15 دوله. كم ميداليه بالظبط؟ 32 ميداليه عالميه، 64 ميداليه افرع عربيه محليه. لقب بلدوزر العالم. لقب بلدوزر العالم ده انا اخدته في امريكا، كان في 2007، واخدت الرهيبه في اسبانيا، اخدت ميس ايجيبت في انجلترا. طبعا نموذج مشرف لمصر، يعني سفيره بلدي بره باخلاقي الاول وبعد كده بالرياضه. الحمد لله حبي البلدي، بالرغم من ان في عروض كتير جات لي علشان العب باسم بلاد ثانيه واخد الجنسيه، رفضت كل العروض دي كلها عشان حبي البلدي مصر. عروض منين جات لي؟ جات لي في امريكا وجالي في البرازيل. واخرها طبعا كانت قطر، بس كانت في طبعا المشكله اللي عدت بتاعت قطر، بس انا طبعا قلت لا، علم مصر ما اقدرش ما ارفعهوش، يعني هو علم مصر. انتي بقى يعني في حد تاني في العيله برضه في الرياضه ولا؟ لا والله انا بس طفره كده. يعني ما شاء الله القوه البدنيه والطول وكده. مش وراثه؟ وراثه طبعا، البابا كان اساسا طويل. انما مش ملوش في الرياضه؟ لا 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 خالص، بابا كان رئيس مجلس اداره شركه، لكن بالنسبه للرياضه انا الوحيده اللي في العيله اللي هي اهتمت بالرياضه. زي ما قلت لحضرتك حبي لبلدي، على الرغم ان انا في سلبيات كتير قدامي في بلدي، ان انا ما خدتش حقي كبطله، ما خدتش تكريم من بلدي، اتمنى التكريم من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده هيعتبر ميلاد بالنسبه لي لو حصل، فانا بناشده بالبرنامج الجميل بتاع حضرتك ان انا بنتك او اختك، بنت اسكندريه، اتمنى ان انا احط ايدي في ايد حضرتك وتقول لي حتى مبروك يا بطل، مش عايزه اكتر من كده. طب انت تواصلت مع حد في الموضوع ده قبل كده وقابلت؟ كتير والله كتير، يعني بعت بعت في كل حته علشان اوصل الرئيس، لكن من غير الجدوى يعني ما فيش اي حاجه. طيب انت الفاضل ده بعيد عن البطولات مثلا ولا حاجه؟ لا شغاله، بتدرب في فندق برضه خمس نجوم، وشغاله في شغاله على نفسي كويس جدا. لا الحمد لله ما بقدرش اسيب الرياضه، ما اقدرش، حتى لو مصر اتخلت عني انا عمري ما هتخلى عن مصر. الاكل بقى والحاجات دي كميات تانية خالص ولا اكيد طبعا، هو الشكل باين. طبعا احنا لينا وجبات يمكن في اليوم خمس مرات، اغلبيتها بروتين عالي، لان انا عمري ما دخلت منشطات في جسمي الحمد لله. يعني كل سنه قبل السفر بيجي لنا من النادو تحليل كامل للجسم كله، والحمد لله عمري ما قصرت بمصر ولا عمري دخلت الجسم منشطات. قوه من عند الله، عباره عن اكل وفاكهه ويعني فيتامينات، مالتي فيتامين بتاع يعني الحاجات اللي هي مكملات غذائيه، غير كده ما رحتش. يعني ممكن ناكل قد ايه بروتين مثلا لحمه؟ يعني قرب البطوله طبعا مش اقل من كيلو، كيلو لحمه، ومعاهم برده نص فرخه او حاجه. ما فيش لحمه يبقى برده لازم تكون مش اقل من فرختين في اليوم. وكل ده طبعا على حسابي الشخصي، لان انا ما خدتش مكافاتي 15 سنه، ما خدتش الا 3 مكافئات. وانا طبعا حزينه لان انا استحق الحمد لله كبطله، استحق اكتر من كده من بلدي، لكن انا تكريمي الوحيد اللي بتمناه من ربنا ان سياده الرئيس اسلم عليه بايديا واقول له عندك بطله عالم بقى لها 15 سنه بترفع على مصر. انا في محرم دي. جدا، كل انا موجوده في نفس الشقه، فكل الناس عارفين مين الكابتن جامين البلدوزر. انا معروفه على اليوتيوب كله بلدوزر العالم، معروفه كابتن جان مصطفى. مفيش بقى يعني شيء بتدربيهم الكلام ده؟ ما انا قلت لحضرتك ان انا ما باخدش فلوس من بلدي،
انا الحاجات دي نفسي اعمل اكاديميه عشان اطلع الناشئين من تحت ايديا واطلع اطفال وشباب وتحدي اعاقه. مش عارفه اعمل حاجه لان انا مش قادره، لازم امكانياتي ضعيفه جدا. ما اقدرش اعمل صاله جيم، والكلام ده انا طلبته كتير ان حد يقف جنبي ويدعمني ان انا اعمل صاله جيم واعمل اكاديميه انشر اللعبه بتاعتي للعالم كله. للاسف انا مش عارفه اعمل ايه يعني، لغايه دلوقتي ما فيش اي استجابه. يا رب كل التوفيق وان شاء الله صوتك يوصل ان شاء الله.